تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله مليئة بالمعلومة المفيدة لكم. طاقم البرنامج معنا اليوم في التنسيق ميرا الإخفلي، وفي الإخراج المبدع دائما ناصر محمد سليم، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وأرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور محمود. لازم تخليني آخر واحدة، قلت عادي بيقول بس أنت روحك تقدم برنامج اليوم. المهم أرقام التواصل على 600 على الصبح. يوم الخميس كان قلت اسمي أول شيء عشان خميس وشي ورانا ويكند، ويكند جميل وجو بارد. ما يستوي زين، لازم أول شيء الواحد يبتدي بالتدريج، لأنه بسلمش الكلام من قواعد الحوار أنه سلمش الكلام آخر. بسلم الكلام زين، فهذا كيو يسمونه يعني. يسمونه كيو. عرفتوا يسمونه كيو. إذا أذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة دبي على إنستغرام. صباحكم خميس ونيس آخرين في الأسبوع، وباكر إن شاء الله ويكند ندخل عليه بروح إيجابية، نهد مشاكل الدوام في الدوام لين الأحد الساعة 7:30 صباحا. هذه لا تسمعون كلامها وايد، اللي عنده دوام شفتات ولا شيء، واللي ما أخذ شو اسمه. الله يعطيكم الصحة والعافية. بروجكتات لازم يخلصها الله. واللي بيحضرون مؤتمر الإمارات طب الأسرة اليوم مباشرة مباشرة يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تثرون قطاع الصحي بالمعلومات اللي راح تاخذونها من المؤتمر الجميل. اختك مطرشه مسج تقول صباح الفل والياسمين والورد والكادي والجوري والقرنفل والليلك. هاي مو باختي. مو باختك؟ لا. اوكي. عموما صبحت الله بالخير. وايضا ناخذ دراستنا اليوم، يقولوا لك العلماء يكشفون مخاطر قله النوم. انت الساعه كم تنشين الصبح؟ 5. ما شاء الله عليك. صلي الفير. قبل الفير محمود الحين الساعة كم يأذن الفير؟ 6:15 أو 6:30 يأذن. يعني قبل الإمام أنا واعية. ما شاء الله عليك. زين أذني في المسيد. إيه بالي. بارت تايم. زين عموما شو السر إنك أنت تمشي من وقت دكتورة؟ أنا أحب دائما يعني أستبق الوقت، ما أحب يعني أكون مضغوطة في الوقت، أحب أنش وايد من وقت عشان أشتغل الصبح على راحتي، أرتب أجهز وشي. أوكي. درس باحثون في جامعة نيويورك تأثير مدة النوم على الأشخاص الذين يعانون من القلق وينشغلون دائما بالأفكار السلبية، وعرضت على المشاركين في الدراسة صور تثير العواطف، ومن ثم استنادا على حركة العين حدد العلماء مقدار ردود الفعل لديهم، واتضح أن اضطرابات النوم الدورية تسبب مشكلات عند محاولة الذين يعانون من منها تهرب من الأفكار السلبية. ووفق رأي العلماء يؤدي هذا الاضطراب أو هذه الاضطرابات النفسية وظهور القلق والاكتئاب بصورة خاصة، هذه تكون أعراض اللي صعب انهم ينامون او يحافظون على النوم بشكل دوري. انزين تبين الدراسة ايضا ان الذين ينامون اكثر من 8 ساعات في اليوم يعانون من الكآبة والقلق الدائم. اقل من 8 ساعات. اقل من 8 ساعات. حتى اللي اكثر من 8 ساعات هذا شو مرتاح؟ لا والله ليش تعبان. انزين يقول البروفيسور ميردريت كوليز احد المشاركين في البحث، اكتشفنا ان الاشخاص الذين شاركوا في الدراسة كان لديهم ميل للتفكير دائما في الامور السلبية التي يمكن للناس عادة تجاوزها، الا انهم واجهوا
مشكلة في ذلك. وسبق لعلماء جامعة كاليفورنيا أن أعلنوا تمكنهم من إثبات أن قلة النوم تؤدي إلى خفض نشاط الدماغ، وقد تتسبب أيضا في فقدان الذاكرة المؤقت ومشكلات في البصر. وبعد شو سبب قلة النوم؟ ممكن يسوي مرض السكر، يرفع الضغط في الدم، يقلل التركيز، يزيد التوتر ويزيد الغضب عند الناس ويفقدهم التحكم في مشاعرهم. يعني تلاقون ان اي شيء بسيط يعني مش صار مثل تريجر، يعني خليكم تلبقون تتعصبون بسرعة. فقلة النوم ترى، بس محمود، قلة النوم مفهومها مختلف من شخص الى اخر. يعني ممكن قلة النوم بالنسبة لي ان انام اقل من 8 ساعات، ممكن عند ناس ثانيين ينامون 5 ساعات ينشون مرتاحين لو ناموا 3 ساعات او ساعتين. ولكن نحرص هو ترى محمود بعد نقطة مهمة نركز عليها، مو بعدد ساعات النوم، بأهمية جودة النوم، يسمونه sleeping quality، يعني جودة ساعات النوم. شو يعني جودة ساعات النوم؟ يعني ممكن أكون 8 ساعات أنا أفترض أني نايمة، بس يكون النوم السطحي، تعرفون النوم اللي تسمعون فيه كل شيء وتشوفون فيه النور وكل شيء، يعني أنتوا بعدكم مو بنايمين في النوم العميق. فالجودة ساعات النوم إن أنا أهيئ الظروف إن أروح في نوم عميق متواصل، ما أنشكل نص ساعة أو ساعة، ما يكون يمي أشياء تثير تقطع علي النوم، مثلا الهاتف على الهزاز او ليت الهاتف يكون حذاري فينبهني، ينبه عيوني انه ممكن احتمال طلع الصبح فانش من النوم. فلازم بعد نحرص على جودة النوم بالاضافة لساعات النوم. وهم الاشياء احنا نسألها الناس لما يجون العيادة، لما يقول دكتور انا انش الصبح احس عمري نمت 8 ساعات بس بعدني تعبان كأني انا ما نمت وايد، فنسألها عن جودة النوم. طيب انا عادي ارقد يومين، شو يعني؟ ممتين. عموما ايضا دكتورة، يعني اذا بتخبرينا عن المراحل المفروض تمر على الانسان وعدد ساعات النوم اللي لازم ياخذها، يعني ما بين الاطفال الخدج الى المسنين. طبعا ساعات النوم تختلف بشكل كبير، الاطفال الصغار وايد من 12 ل 14 ساعه لازم ينام الطفل، كل ما يكبر الطفل تقل عدد ساعاته، لكن اطفال المدارس اقل شيء 10 ساعات. سمعتي امهات؟ 10 ساعات. الاطفال الحين محمود معظمهم لازم يكونوا واعيين على الساعه 6، معظم الاطفال في المدارس، لان الدوام مدارس 7:30 أو 8 ماكسيمم، معناه لازم تركدين الليله قبل الساعه كم؟ 7 ماكسيمم، هو في الفراش مستعد الى النوم خلاص عشان ينام، عشان ليه ما ينام ثمان، بالتالي ياخذ 10 ساعات كفايه. انا ليش اخلي الطفل ادخل معاه في الحرب هذه كل ليله عشان ينام من وقت؟ عشان لما يروح المدرسه يستفيد. مشكله الامهات لما تقول الطفل، المدرسه تشتكي ان الطفل ما يركز، الطفل ينام في الصف، الطفل مشتت الانتباه، يعني تحس المدرسه انه ما قاعد يركز معاها. بسبب سبب كبير لهذا قله النوم، ان الطفل ما يحصل ساعات كافيه. حتى محمود ترى الام حست ان الطفل نشيط، وما تقول دكتور ما حس انه في نوم. حتى لو ما في نوم الطفل ما شاء الله ما شاء الله في قدره، حتى لو خليتي له الساعه 1 الفجر بتم يركض في البيت عادي. انت دخليه وهيئي له جو نوم، طفي الليت، نور خفيف، اقري له قصه، طبطبي شويه وبيروح في النوم. اهم شيء يكون متعشي عشان ينام. اهم شيء متعشي. متعشي، لا تركضوا من غير عشاء، حرام. ترى لو يوعان ما بيرقد، ما بيرقد. صح. اذا هذه عادات ايضا بعد يعني يصاحبها الكثير من الامور الصحيه اللي بتنعكس على يعني صحه الطفل نفسه، ياثر على نموه، ياثر على تركيزه، على بصره، ياثر حتى على تصرفه. تلاقيه الطفل يكون عصبي، مو متعاون وايد، واحنا اشياء نحظى كامهات لما يكون الطفل مو بشبعان نوم، فاحرصوا ان ياخذون كفايتهم من النوم. وفي الويكند يا امهات يا جميلات لا تخلوا الطفل يسهر. انا استغرب الامهات اللي طول الاسبوع اوكي ملتزمه رقده 8، يومين الويكند خليه يسهر للساعه 2. ليش يسهر الساعة 2؟ شو الفائدة من سهر الطفل؟ حتى في الويكند ما تبي ترقدينه 8، ما عليه 10، أقصى حد 10 خليه ينام عشان هو ينمو خلال النوم. انزين هني يقول ليش أنا دائما أقوم من النوم وعندي صداع؟ قالت الدكتورة وايد أسماء. ممكن الصداع، شوف الصداع محمود نقطة مهمة، الصداع اللي هنا لما نش من النوم. في عندنا كذا سؤال، هل الصداع يوعيك من النوم ولا أنت تنش طبيعي وتلاقي فيك صداع؟ خلينا نجاوب على هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله، بنقول يعني ما بين الأسباب، وعندنا بعد كذلك ما نتكلم عن بعض التطبيقات الذكية لهيئة الصحة بدبي. هذا مسج يقول محمد من دبي يقول مرحبا أختي الدكتورة الملة، انت يعني ما شاء الله عليك، صوتك كله طاقه ايجابيه واسلوبك ممتع وخفيف الظل. شكرا لك. ولا عليك قصور دكتور حمود. شكرا. شكرا لك الرساله الايجابيه. اي حمود منو؟ ما اعرف. حمود. لا هو محمود بس في حرف ناقص. ولا قصور عليك دكتور محمود. عموما صباح الابتسام والايام السعيده على الجميع، شكرا لكم. فاصل وبعد الفاصل
راجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. زين، كان في سؤال قبل الفاصل دكتورة، ليش دائما أقوم من النوم وعندي صداع؟ وأنت تكلمتي عن مسألة أن الصداع هو اللي يقومك من النوم، ولا أنت ناش من النوم وأصلا عندك صداع؟ طبعا إذا الصداع عامل النوم هذا ناقوس خطر، لازم على طول تشوف طبيب اعصاب. هذا نشله، احنا نعتبر ان انت تنش طبيعي الصبح تلاقي عندك صداع وايد لاسباب. اول شيء ممكن تكون المخده اللي انت تستعملها النوم غير جيده، اذا ما كانت تدعم لك منطقه العنق يستوي الشد لعضلات العنق، وبالتالي ممكن تنش الصبح فيك صداع. رقم 2، ممكن انت ما تنام متواصل خلال الليل، ممكن تكثر من الكافيين قبل النوم، ممكن ان انت تنام متاخر بالتالي ما تشبع نوم. فهذه كلها اسباب. انا افضل دائما اللي عندهم صداع ما يتهاونوا محمود في المسألة، يقول ايه مجرد صداع باخذ حبتين للمسكن الالم وراح يستوي بخير. تعالوا العياده، والحين عندنا عيادات ذكيه للصداع في مركز البرشه، وعندنا عياده صداع العاديه فيها طبيب اعصاب كل اثنين، فتعالوا في البرشه وفي في النادي الحمر، روحوا عياده الصداع وقابلوا الدكتور وخذوا التشخيص الصحيح، لان الصداع هو عرض يعني مثل القشره الخارجيه لكثير من الامراض العضويه اللي ممكن تكون عندنا. انا نام 10 وانش 6 الصبح حتى لو انا في اجازه فريش. احلى شيء انا بعد انام من وقت، انا 8:30 يعطوني برقت عادي. هذا عندنا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ وليد الظهوري بعد نفس الموضوع، يقول أنا نام 9-10 وأنش من وقت. وليد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. خبرتنا أنك تتنش ما شاء الله الساعة 6. أنا نش قبل الساعة 6 بعد الساعة 5 الصبح، بس أهم شيء حصل 8 ساعات نوم في اليوم. ممتاز. أنام وأنا مرتاح والحمد لله، نش وأنا مرتاح حتى في ايام نهايه الاسبوع يعني في الاجازه احاول انام من وقت بعد نفس الشيء. احس النوم يعني تنام قدر كافي تحس انك نشيط. صح. يعني حتى في الشغل عندك قابليه تنتج بشكل كبير. صحيح. الناس اكثريتهم اللي يناموا بشكل كافي ينشون، تحسهم انه في المكتب بعد تعبانين. صح. كسولين. صح. انا المشكله ان المباريات تتي وقت متاخر، في مباراه بدون المتعه لو سجلتوا وشفتوها بعدين. زين، عموما في عندنا حمدة بعد على نفس موضوع النوم، وبعدين بنتطرق الى موضوع التطبيقات الذكيه مع المهندس وليد الظهوري. حمدة صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور والولد رجوري يا رب العالمين. حبيبتي كيف انتم؟ خير الله يسلمك. الله يرضى عليكم ويعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. ساعه كامله تنامين حمدة؟ والله يا ابوي انا منزعج من هالنوم هذا. ليش؟ انا الحين بقول لك فوق الخمسين عمري. ما شاء الله يعطيك الصحه والعافيه. زين الحمد لله رب العالمين، لكن ابوي النوم عندي متقطع في الليل. ما اني ارقد متاخره، والله اني احاول اني ارقد بدري. زين. الساعة 10، الساعة 9:30. انزين. لكن ما بد واحد بنتي بيسير بيحط راسه ويرقد. صح. لازم يبادر على الاقل نص ساعة. لين يتهيأ مقال جسمه حق الرقاد وهذا. صح. انزين، انا اذا رقدت انا الساعة مثلا 10 قولي 10:30 يمكن تقفي عيني. زين 12:30 وحدة نشيت خلاص تبعان ارقد. انزين. انزين عزتك الله ساسير الحمام وارد. أبا أرقد أقعد أقرأ قرآن والحديث لين الساعة 2 بعد ما يرجع. يلا يلا بالغصب أربط على عيوني، أنا ما عندي سفر في البيت. حتى عزتك الله ليت الحمام أبنده. أختي حمدة ها من متى عندك؟ أحط عليها فودة عشان ما أشوف السفر، ما أحب السفر. أنت من متى عندك مشكلة النوم؟ عشان ما أشوف السفر. أنت حمدة تدرين أختي أنا بخبرت عني، أنا ما عندي مشكلة أنام في الباص، أنام في المترو، انام في الطيارة. انام في المطار. لا في الطيارة سامحني ما اقدر انام، لو بقعد 14 ساعة رايح امريكا ما بنام. اقول لك انا ما عندي مشكلة بالموضوع. اقرر انام نمت. مجرد ما اقرر. اختي حمدة. المشكلة الحين انا بحل. انزين انت هالمشكلة متى عندك؟ ارقادي مثلا ارقادي كله انا اجمعان بروحي. يمكن هي 4 ساعات 3:30. انزين. مثلا هذا شيء جديد ولا من زمان؟ نمت الساعة 2 4:30 خلاص تبعاني بعد رقاد نشيت خلاص اتمجلب اتجلب على الشبرية منه واغير رقادي واغير غرفة ثانية. اخر شيء ما يرقد يد الفجر خلاص، من يد الفجر ويخلص واصلي وتيددتي وشي طار الرقاد خلاص عاد لين ثاني يوم.
انزين اختي بس ما ارقد انا امي الصبح تقولين عقب الصلاه ارقد ولا امي ارقد ظهر ايلونه ظهر ولا شيء. لا هذا مش عندي ان شاء الله امي حمد ان شاء الله بس انا ليش ما تقطع ارقادي؟ شو السبب؟ اني انا بقول لك مثلا تقولين انت يمكن تشربين امي ماي وايد وتحت اساس الحمام ولا شيء. لا والله لاني اللهم اني الساعه 7 اكل حبوبي انزين وعلى ذيك الدبه اللي هي ما قال 200 زين عساس اني ما اقدر اشرب وايد انا ما اكون رايح على الحمام راجع ان شاء الله. محمد تسمعين الجواب هذا تقطع الرقاد ليش ما عرف اني قلت يمكن بالعمر بعد ان شاء الله فالج طيب يمكن بالعمر بعد. جزاكم الله خير الله يخليك نهارك سعيد نهارك سعيد والعافيه وصبحكم الله بالخير. النوم مده 5 ساعات صحه ومن تعود على من تعود يعني على صلاة الفجر في جماعة نور في وجهك ويزيد الأرق والتعب. يمكن ترقد الظهر على أساس كذا البعض ما يجيهم رقاد. هذا على تعليق مكالمة الوالدة حمدة. ها دكتورة الوالدة حمدة طبعا هي مثل ما ذكرت هو مع السن كل ما الإنسان كبر في السن كل ما قلت حاجته إلى النوم. فلما يكبرون كبار السن معظمهم هاي مشكلتهم. تدري بعد محمود ليش هاي مشكلتهم؟ لأن كثير منهم ما يمارسون أي نشاط خلال اليوم فما يكونوا مرهقين. فدائما ننصحهم نقول لهم امشوا اشتغلوا سووا شيء بحيث ان انتم تتعبون. دائما نقول مثلا على العصر حاولوا تمشوا نص ساعه ساعه. الغرض من ان انتم تتعبون وبالتالي ييكم نوم افضل خلال الليل. بس تقطع النوم هذا وان تحس نام 3 ساعات انه كافي ومتقطع هذا شيء جدا طبيعي مع كبار السن. النوم سلطان مملكته حرير. انزين وهنا احد يقول في ناس تصحى وتمسك جوال وهم في السرير لاكثر من ساعتين هذا بروح يجيب الصداع. صح انا اول شيء اسوي اول ما نشم الرقاد بس ساعتين محمود وايد. لا ما بساعتين طبعا يعني جايك الايميل واتساب كاتبين شيء على وسائل التواصل مال دي اتش اي حد عنده ملاحظه حد عنده شيء. دكتوره ندى منزله طبخه جديده. عموما في مكالمه عندنا لا انزين نرجع حق موضوعنا الرئيسي اللي بنتكلم عنه. سامحنا وليد الحين البرنامج نحن نفتحه للجمهور فاحيانا تكون هنالك بعض المداخلات مثل الوالده حمده فنعطيهم الاريحيه في عمليه الطرح والمشاركه في هذا الموضوع لان البرنامج هو اصلا لهم يعني ونحن نحاول ان نتفاعل معاهم. تشهد هيئه الصحه بدبي ومنشاتها الطبيه في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبيه طفره مهمه على مستوى البنيه التحتيه والانظمه والتقنيات والبرامج والتطبيقات الذكية التي أسهمت من دون شك في رفع مستوى الأداء وكفاءة المنشآت إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين. وهذا بالتحديد ما نقف عنده اليوم لإلقاء الضوء على أهم التطبيقات الذكية ولا سيما تطبيق صحتي ليتميز بشموليته وتكامله في جميع المنافسات اللي تضم تطبيقات مماثلة ذكية في مختلف المجالات. بنتكلم عن هالموضوع مثل ما ذكرنا لكم معنا في الاستوديو الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي. صباحك الله بالخير أخوي وليد. صباحك الله بالنور. وأنا رئيس قسم التطبيقات المؤسسية. رئيس قسم تطبيقات المؤسسية. أيوة نعم. إنزين أخوي وليد نتكلم أول شيء عن مجمل التطبيقات الذكية بشكل عام. نحن عندنا تطبيقات الحمد لله مميزة. تصميم من التطبيقات يختلف ونحن كهيئة صحية مش خدمية فقط. فعندنا تطبيقات نحن نقدم توعية للناس اللي هم تطبيق طفلي وحياتي. وعندنا تطبيقات هي الملف الطبي اللي تقدم معلومات طبية للمرضى اللي هو صحتي. وعندنا خدمة ماي تشارت اللي هي تقريبا نفس صحتي وتقدم خدمات متميزة أكثر مع إطلاق سلامة. صحيح. طيب منحة من نستلم تطبيق من هذه التطبيقات ونعرف الجمهور على هذه المميزات الكثيرة في هذه التطبيقات. خلنا نبتدي مع تطبيق طفلي. أنا لأن طفلي الكونسبت ماله جميل جدا. خلنا نعرف الناس بهذا التطبيق شو هو. تطبيق طفلي هو للأم إذا ناوية تحمل يوجهها قبل الحمل شو لازم تسويه وخلال فترة الحمل شو الاشياء وشو العوارض اساس تكون يعني في النطاق السليم اساس ما تكون عندها مضاعفات. متى تكون عندها مضاعفات؟ متى هي في الامور السليمه؟ شو اللي مراحل تمر فيها خلال الحمل؟ وبعد يعني بشكل طريف يعني يراويك كفتره زمنيه. كل فتره زمنيه يراويك حجم الطفل كفاكهه. انزين وتغير الفاكهه مع الشهور لين ما يوصل للفتره الطبيعيه للولاده. طبعا اول فاكهه شو يكون يعني تقريبا؟ عنب؟ اظن يظهر بعدين يكون قمح يمكن ولا شيء. انزين ولين ما يستوي شو تفاحه؟
لا بعد اكثر من التفاح بطيخ. انزين جميل، اللي يميز هذا التطبيق شو عن غيره من التطبيقات؟ لانه هناك الكثير من التطبيقات العالميه في هذا المجال، شو اللي يميزنا نحن عن غيرنا من التطبيقات؟ انت بتشوف اكثريه التطبيقات اللي تطلع هي تطبيقات عالميه باللغه الانجليزيه. تطبيقنا نحن المحتوى فريق الدكاتره عندنا نحن اشتغلوا عليه، محتوى انجليزي وعربي طلع من هيئة الصحة، موثق 100% من مصادر يعني الكاستمر أو المتعامل يثق أن هذه المعلومات اللي موجودة في هذا التطبيق 100% سليمة. طاقم الطبي كامل عندنا اشتغل عليه الحمد لله. صحيح. ممتاز. زين شو بعد غير في أكثر من زين بعد الولادة بعد يوجهها بمراحل نمو الطفل. صحيح. لين عمر 5 سنوات اتوقع. خمس سنوات ايوه. وان شاء الله بعدين بنسوي لين 18 سنة اللي هو فترات التطعيم لكل طفل ان شاء الله. ممتاز. وبعد في مقالات عن الرضاعة. صح. مقالات عن شو اسمه الطفل بشكل عام، نمو الطفل، مراحل الطفو. لانه شو تيجي مرحلة وين تقول الام ولد فلان مشى 11 شهر، ولدي انا بعد 13 شهر وبعد ما مشى. صح. فالتطبيق هذا ينبه الام متى يعني خلال اي فتره تمشي، هو طبيعي يعني بعد الفتره هذه بعد يمكن لازم تشوف الدكتور وتشوف ليش الطفل ما مشى هنا. صحيح. طيب غير تطبيق طفلي في عندنا تطبيق حياتي اللي يعنى بال في مكالمة؟ لا مو مكالمة، بس أنا بعدني ما خلص من طفلي. ما خلص من طفلي. لأن طفلي أيضا في الكثير من المواضيع المهمة، لكن أنا السؤال اللي يطرح نفسه أستاذ وليد، هل هذا التطبيق طفلي هو المعنيين به هم فقط اللي يراجعون مستشفيات هيئة الصحة، اللي يراجعون مراكزنا الصحية، ولا هو مفتوح للعامة ككل؟ هو التطبيق مفتوح للعامة بشكل عام، زين، وفي خصائص إضافية لمرضى هيئة الصحة اللي هي المواعيد، ينبههم لمواعيدهم في حال يعني يرجعون هيئة الصحة. ممتاز ممتاز. احنا رح نطلع فاصل، بعد الفاصل نكمل معاك عن باقي التطبيقات الذكية، ففاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصيحة على 4006. أنا ليش أضحك؟ لأنه كان مفروض محمود يفيدي عقب الفاصل، فجأة كان بيتكلم فجأة يقولي أنت قولي، فتعرفون أنا ما كنت مستعدة نفسيا، بس ما علي أفو عليكم، حاضرين أي وقت. نريد نذكركم مضيف معنا في الاستوديو عندنا الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم تطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة في دبي، كان يتكلم عن تطبيق طفلي. الحين نتكلم عن خلص من تطبيق طفلي محمود؟ خلصنا. إيه متروح عن تطبيق الثاني عشان نغطي كل التطبيقات، لأن فيها معالم جميلة وخدمات جميلة إنه ما نعرف الناس فيها، فنروح تطبيق حياتي، فنتعرفين في التطبيق منو المفروض يستفيد منه، شو الأشياء الموجودة داخل هذا التطبيق. التطبيق هو مصمم لتجنب مرض السكري، الفكره السائده انه تطبيق لمرضى السكري فقط، هو تطبيق هذا لكل الفئات. التطبيق هذا مصمم لتجنب مرض السكري، في مقالات وفي اشياء كثيره تفيد تجنب المرض نفسه. وبعد في الهدف الاساسي للتطبيق هذا هو مرضى السكري. صحيح. وان شاء الله بعد بتضيف خاصيه جديده اللي هي كيف انت اول شيء بيسالوك اسئله تقييميه بناء على مفهوم عالمي، وبناء على الاسئله التقييميه هذه بتحدد انت هل عندك خطر يعني بسيط ولا متوسط ولا كبير انك تطور عندك مرض السكري ولا لا. ممتاز. هل في تنبيهات معينه تطلع للناس اللي يكون عندهم مرض السكر ويستخدمون التطبيق؟ مثلا ان سكرك مثلا عالي او تحتاج تراجع الطبيب، او يذكر مثلا ممارسه الرياضه او المشي او شرب الماء مثلا. التطبيق فيه كثير من الخاصيات، الخاصية الأولى هو عندنا نحن مريض السكري عنده دفتر يشيل وياه بالعادة. قبل كل وجبة وبعد كل وجبة يسجل السكري اللي عنده. صح. هالخاصية موجودة، يقدر يسجل قبل وبعد كل وجبة، وبعد خلال التسجيل ينبهه قبل الأكل، يعني ينبهه يقول له أنت الحين يوم دخلت الرقم، يقول له هل أنت في يعني قراءة طبيعية أو لا، يعني قراءة طبيعية والعلامة الطبيعية والأقل من الطبيعية، ولازم تنتبه لعمرك. وبعد الأكل بعد نفس الشيء، بعد كل وجبة. ممتاز. زين. وبعد في شو اسمه قياس الضغط، النوم، شرب الماء، هل انت قاعد تتحرك بقدر كافي ولا لا، بعد في اشياء كثيره يعني. ممتاز. في اشياء تكون مرتبطه مع هذه التطبيقات، اجهزه خارجيه الواحد ممكن يستخدمها، خبرنا عنها اذا في. هذه الاجهزه تصنف على انترنت الاشياء، اللي هي اجهزه جهاز فيتبت تقدر تربطها بالتطبيق، فعلى حركتك انت يدخل في التطبيق تلقائيا.
عندك أجهزة بعد فحص السكري هي موجودة بعد في نوع منها هي آي هيلث يسمونه، وهذه من إنترنت الأشياء اللي هي من خلالها هي بس تقيس إلكترونيا والإدخال يكون تلقائي للتطبيق نفسه. ممتاز، فتوقع الطريقة تكون أفضل من الطريقة اليدوية، لأن كان مشكلتنا من المريض يجي العيادة ويقولك إذا ضيعت الدفتر اللي سجلت فيه القراءات أو نسيت أجيبه، لما يكون في التطبيق يكون وايد أفضل، دائما يكون موجود على المريض في كل وقت. يسألون هني وين يقدرون يحصلون هذه الأجهزة أو هالجهاز؟ هالجهاز يبيعونه في الآي ستايل والأبل في محلات في الأسواق، متوفر في الأسواق عموما، يقدرون يحصلون، بس يعني يسألون ويطالعون شو الأجهزة اللي هي لقياس المؤشرات هذه. طيب حياتي زين وطفلي، في عندنا صحتي، شو هذا التطبيق؟ تطبيق صحتي هو صار له تقريبا 3 سنوات موجود عندنا الحين. تطبيق صحتي هو الملف الإلكتروني للمريض، من خلال التطبيق هذا يقدر يطلع على ملخص زيارة الطبيب، عندك نتائج تحاليل المختبر، وهي أكثر خاصية مستخدمة عندنا نحن، والأدوية اللي صرفت والمواعيد القادمة. وبعد من خلال التطبيق هذا يقدر يشوف لو هو يدور على دكتور معين في دبي المرخصين من هيئة الصحة، يقدر يحط اسم الدكتور ويطلع له مكان الدكتور. ممتاز. وبعد لو بيدور على شسم تخصص معين في دبي يقدر نفس الشيء يحط في البحث عندنا نحن موجود. عندنا بعد قائمة بأطباء الزائرين، عندنا بعد خاصية الانتظار اللي هي أنت يوم تصير أي عيادة تأخذ رقم يسمونه توكن، بدل ما تأخذ توصل للعيادة وتأخذه تقدر تأخذه من التطبيق، أساس يوم توصل للعيادة أنت تعرف يعني الفترة الزمنية المفروض تكون فيها موجود في العيادة. أوكي. فيطلع لك حتى يوم تحجز التذكرة، إحنا جربناها في العيادة نحجز التوكن أو رقم التذكرة ويطلع كم خلال كم بيتم خدمتنا يعني، فواحد يحسب مثلا بعيد عن البيت 20 دقيقة ربع ساعة، فصراحة خاصية جميلة في التطبيق هاي. هذا بالنسبة لصحتي. طيب ماي تشارت اللي هو مرتبط بسلامة، شو الفرق ما بين الاثنين هنا؟ هو تقريبا الخاصيات إضافية اللي نحن عندنا في ماي تشارت. الحين النقطة اللي نوصل لها، في عندي ملاحظات وصلنا كثير على صحتي، يا جماعة نتائج المختبر مو قاعد تطلع. أوكي. أساس تفعل نتائج المختبر نحن حاطين ملخص في التطبيق من صحتي كيف تفعل نتائج المختبر، هي ما تعلق في إنه في مشكلة في التطبيق، هي لازم أنت لازم تفعل الخاصية هذه تصير عند العيادة المركز الصحي اللي المركز الصحي اللي تابع له. أوكي. في رمز سري يعطونك إياه، من خلال الرمز السري هذا تدخل على موقع الهيئة وتسجل، بعدين في أيقونة اسمها ماي تشارت. أوكي. تدخل على أيقونة هذه تدخل الرمز وتاريخ الميلاد وبعدين خلاص يتفعل. يتفعل وتقدر تطلع على تاريخك وتاريخ الملف الصحي الإلكتروني اللي موجود عندك في صحتي، وبعد تقدر تنزل تطبيق ماي تشارت اللي هو تفصيلي أكثر. أوكي. وماي تشارت فيه خصائص كبيرة، ملخص طبي أكثر، إن شاء الله يعني بيكون في عندنا خطة مستقبلية الاثنين. ممتاز. شو التطبيقات الجديدة اللي نزلت عندنا بعد دكتورة؟ تطبيق دمي للتبرع بالدم. اوكي. انا لان ليش اسأله ابغي اعرف بعد شو بعد غير دمي. اوكي نزلي حواجبك بيخبرنا وليد. تطبيق دمي ما نتطرق له لانه كان احد التطبيقات المرشحة لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وايضا كانت هناك منافسة كبيرة ما بين وما بين الدوائر الاخرى، ولكن التطبيق بشكل عام هو تطبيق جميل فيه الكثير من المميزات. خلنا نتحدث عن هذا التطبيق. الشيء المميز في التطبيق هذا هو الوحيد اقليميا انه يسهل عملية التبرع بالدم. حاليا الحين لو تبغي تتبرع لازم تسير، سابقا كان يعني بعد ما اطلقنا التطبيق الحين، سابقا كان لازم تسير مركز التبرع بالدم. من خلال مركز التبرع بالدم لازم تعبي استبيان كامل، من الاستبيان هذا بيحددون هل انت تصلح للتبرع ولا غير تصلح للتبرع. الحين هذا الاستبيان موجود عندنا الحين في التطبيق نفسه، يعني تقدر تعبي الاستبيان نفسه، يختصر عليك الوقت اصلا في العيادة نفسها، وخلاص يوم توصل العيادة تعطيهم مركز التبرع بالدم. صحيح. مركز التبرع بالدم بس تراويهم الشاشة اللي عندك انت، يسوي الاسكان والبيانات كلها تطلع عندهم. صحيح. وتقريبا كان موضوع التبرع بالدم ياخذ تقريبا مال 50 دقيقة، تم اختصار 20 دقيقة منها في هذا الموضوع انك انت تقدر تعبي البيانات وهذا وتدخل بالهوية وتخلص الموضوع. صح. طبعا هو يعني الجانب الإنساني في تطبيق دمي هو أكثر مجرد تطبيق، هو يساعد، لأن الدم الإنسان طبعا ما في بديل له، فلما أنت تساهم أو تسجل في تطبيق دمي وتتبرع بالدم فأنت أصلا تسهم في إنقاذ حياة شخص آخر. فهاي دعوة بعد لما نزل تطبيق دمي ينزله ويسجل فيه ويتبرع بالدم. زين شو التطبيقات الثانية عندنا بعد؟ سالم. بس بضيف لدمي بعد عندنا الحين عندنا مقالات للتبرع، كيف كم متبرع، شو لازم نسوي قبل التبرع وبعد التبرع. صحيح. زين. وبعد في عندنا الحين من أهم الخصائص اللي هو التسجيل.
نحن في حالة الطوارئ، نحن محتاجين الأشخاص عندنا، نحن يسجلون بياناتهم، يسجلون فئة الدم اللي عندهم أساس لا سمح الله، واحتجنا نحن الفئة هذه تكون قاعدة البيانات كبيرة عندنا نحن. صحيح. يعني الشخص ما له داعي ويسجل عندنا نحن في المركز، يقدر من خلال التطبيق يسجل بياناته، ولا سمح الله احتجنا نحن الفئة هذه بنقدر بسهولة نتواصل معه. ممتاز ممتاز. فتطبيق بعد اللي نزل من هيئة الصحة الجديد هو تطبيق سالم، فتكلمنا عن تطبيق سالم وشو الخصائص اللي فيه ومن هم المعنيين بهالتطبيق؟ هو حاليا كنظام اطلقنا نظام سالم. نظام سالم هو طبعا للفحوصات الطبية. حاليا في خطة مستقبلية ان شاء الله يكون التطبيق بالتعاون يكون مع العمل نفسه وزارة موارد البشرية والتوطين، وبيكون ربط استثنائي، بس حاليا كتطبيق بعد ما اطلقنا بشكل رسمي. هو مجرد نظام. ايوه متى بسهونا ان شاء الله؟ قلت لي يعني على 2018 مثلا ان شاء الله. قاعدين نتناقش مع الاداره المعينه كيف نقدر نسويه بطريقه يعني امنه تضمن مصلحه الكل ان شاء الله. وشو التطبيقات الاخرى اللي موجوده عندنا ولا خلصناهم كذا؟ شيء خلصناهم نحن، البضيفة شيء واحد. نحن سنة 2017 تقول نحن بنينا الاساسات للتطبيقات. ان شاء الله بيكون عندنا في يعني تطبيق خدمي خاص لهيئه الصحه يقدم فيه كل خدمات اللي يحتاجها الشخص هذا كخدمات اداريه، مش كخدمات طبيه مثل سيستم تجديد البطاقة الصحية، مثل التبرع بالدم، عندنا خدمات ثانية مثل التراخيص الطبية للدكاترة، هاي كلها بتجمع في تطبيق واحد إن شاء الله، وهالتطبيق يغطي جزء كبير من خدماته. طيب هني يعني نحن تكلمنا عن هذه التطبيقات، تطبيق صحتي حقق يعني هذا التطبيق يعني تميز على المستوى الإقليمي كذلك. خبرنا بس شوية عن الجوائز والإنجازات اللي تحققت من خلال التطبيق اللي تم استحداثها في الفترة الماضية. تطبيق جاء طفلي فاز بجائزة الشيخ حمدان لأفضل خدمة تقدم عن طريق الهاتف الإلكتروني. إنزين وفاز بعد بجائزة جائزة اسمها دوت جوف، هي جائزة جهة خاصة تنظمها. الحمد لله أنت متفوز بجائزة الشيخ حمدان، يعني أنت عندك شيء تطبيق مبتكر. صح. عندك حياتي بعد كذلك فاز بتطبيق جائزة الشيخ حمدان لأفضل خدمة تقدم عن طريق الهاتف الإلكتروني. جميل. عندنا نحن تطبيق صحتي، تطبيق صحتي نحن ما رشحناه بعده السنة هذه، بس جددناه بشكل كامل بناء على ملاحظات الجمهور وبناء على الأشياء كثير اللي وصلنا عليها، وهذا ملخص. وصحتي فاز بجائزة درع الجزيرة مؤخرا اللي هي على المستوى العربي. ممتاز. الله يواليكم الصحة والعافية، وإن شاء الله يعني هذه دعوة نقدمها للجمهور أنهم ينزلون هذه التطبيقات اللي هي ممكن تحصلون على الأبل ستور ولا حتى على جوجل بلاي. أوكي شكرا. بس تكتبون بالعربي، لأن معظم اللي يسمعون الحين هم عربي، يكتبون طفلي زين، أو يكتبون حياتي، أو يكتبون دمي أو صحتي، بيطلع التطبيق لكم ممكن تنزلونه. شكرا لك أستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والمزيد من الإنجازات والجوائز. شكرا لك. الله يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية وشكرا على استضافة البرنامج. شكرا جزيلا. ما أرجع الدكتور لأن كان في عندنا المسجات ما كانت توصلنا في حزتها، لكن الحين توا بدت تنزل. يقول السلام عليكم، عطونا أسامي رقدات الظهر اللي هي القيلولة والعيلولة وتأثيراتها. زين أعطينا القيلولة. عرفت العيلولة بعد شو العيلولة؟ والله ما أدري العيلولة، يمكن عقب العصر. عقب العصر يسمونه عيلولة لأن تعدل القلب يعني. باليدات كان يقولها ترقدون بعد أذان العصر. يمكن القيلولة تأثيراتها دكتورة شو تأثير؟ طبعا القيلولة كل الدراسات تأكد أنه لازم الشخص يناخذ قيلولة. كم مدة القيلولة؟ 40 دقيقة مو 3 ساعات، 40 دقيقة فقط. الغرض من الجسم يرتاح، حتى في بعض الدول قالوا 20 لين 30 دقيقة دكتورة. يقولون 40. الفكرة انها ما تزيد عن الساعة. أوكي. الفكرة انها ما تزيد عن الساعة. ليش؟ لو زادت عن الساعة تأثر على نوم الليل وتعكس تأثيرها. حتى في دول مسوية سراير غرف في الدوامات، دواماتهم طويلة عشان انهم ياخذون هالقيلولة 40 دقيقة لتجديد نشاط الموظف. مجرد سماع صوت بسيط أثناء النوم يصيبني خفقان في القلب ويطرد النوم. هذه بالك طبيب نفسي، لأن
بالعادة الإنسان لو سمع صوت خلال النوم، حتى في ناس ممكن ما تنش من النوم، ولكن إن أنت مثل بيكون تفزع، يعني هالخفقان هي معنى كأنك فزعت من النوم. فالأفضل الأفضل يمكن في مشكلة نفسية أنت مرة فيك من زمان، ولكن أنت مو منتبه لها، موجودة للحين في عقلك الباطن. فأي صوت خفيف مثلا بسم الله محمود، هذا نشوفه مع الناس مثلا اللي دخلوا اللي أصابتهم حوادث سيارة ضخمة، اللي بسم الله انجلبت فيهم السيارة أو تكنسلت السيارة، صوت الضربة نفسه لما يجون ينامون بعد مدة حتى سنوات بعد ما بعد الحادث، لما يجون ينامون أي صوت بسيط يذكرهم بصوت الحادث، تلاقيهم يفزعون من النوم أو ينشون. فإذا في حادثة صارت في حياتك، الأفضل أنك تشوف طبيب نفسي، لأن إحنا دائما نخاف من هذا أن يصير خفقان في القلب بعدين يأثر على العمل الوظائف في القلب. أوكي. يسعد لي صباحكم، أنا عمري 44 ونفس حالة الأخت حمدة، هل العمر هو السبب أم راشد؟ طبعا حالة أمي حمدة كانت نومهم متقطع. إذا في نقطة وايد مهمة، في ناس نومهم طبيعيا شيء، يعني أنا سألت أمي حمدة كم مرة من متى عندك المشكلة، في ناس أصلا نومهم قليل، يعني طول حياتهم نومهم 3 ساعات، بالتالي لو ناموا من 10 أو 11 طبيعي لين الساعة 6 الصبح تلاقي نشوا 5 إلى 6 مرات. إذا مشكلة حديثة، يعني حديثة استوت، 44 عمر مو بعود عشان أقول إن العمر هو السبب. نفس عمرك يعني تقريبا دكتور. هي بعد أصغر عني بسنتين. فالأفضل أفضل تروحون لطبيب الأسرة، احنا ناخذ تاريخ النوم مالكم، نشوف شو جوده النوم وشو العوامل اللي تسبب ان النوم يكون متقطع، لان النوم شيء اساسي يعني لازم نعالجه عشان نضمن ما يكون ضغط وسكر وكوليسترول. ما نكمل المسجات، لكن ناخذ مداخله من عدنان. عدنان السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل اخوي. دام الله فضلك، كيف حالك دكتوره؟ خير الله يسلمك. دكتوره انا عندي سؤال بخصوص الاذن الوسطى. أنا أعاني منها لأن التهبة عندي وايد. تعاني منها لأن شو؟ ملتهبة. إنزين. إيه تلتهب وايد عندي أنا. يعني أسير العيادة. أعالجها حتى سواء كان عيادات اللي هي الخاصة ولا الحكومية. أعالجها فترة أسبوع أسبوعين وترجع لي مرة ثانية نفس الموال. الدكاترة شو يقولوا لك؟ شو الأسباب؟ هي تلتهب بالأذن الوسطى سبة الماء وغيره والهواء اللي يجيب. مريت مستشفى دبي عدنان؟ مستشفى دبي لا ما مريت. انزين خذي رقم الله يخليك ميرا، خليه عندك، خلينا نحاول على مستشفى دبي، لان عندنا هناك قسم الانف والاذن والحنجره من الاقسام العالميه. انزين ابغيك تمر هناك وخلي الدكاتره يشخصونك ان شاء الله يا رب، يعني على يديهم الله يكتب لك الشفاء. اوكي شكرا لك يا عدنان، حياك الله اخوي عدنان. طيب ميرا بس حولي الله يخليك على النظام عندنا على اساس ياخذوا له موعد في مستشفى دبي ان شاء الله، بس بيخبرونك عدنان انك انت لازم تمر اول شيء على المركز الصحي، ومن المركز الصحي تطلب تحويل على مستشفى في عيادات انف واذن الحنجرة بعد في العيادات محمود، نفس الطبيب اللي يكون في مستشفى دبي يداوم في العيادات التابعه لهيئه الصحه، فهم نفسهم يعني لو شاف حالتك تستوجب يحولك على طول، ممكن يعني تقل وقت الانتظار تحول على دبي. ابغى يتحول هناك دكتوره، لان يقول ان متكرره معه وزار اكثر من عياده واكثر من دكتور، لكن ما شاء الله نحن عندنا في مستشفى دبي هناك يعني هذا القسم قسم عالمي، عنده الكثير من الانجازات اللي حققوها، حتى انه في حالات في دول متقدمه، يفترض انها هي دول صح. متقدمه في مجال الطب في امريكا وغيره، كانوا ما قدروا يعالجون هذه الحالات، عالجوها عندنا في مستشفى دبي. عموما منو عندنا بعد؟ الو السلام عليكم. السلام، تعرف عليك وباختصار. معك عبد الرحمن الرئيس. عبد الرحمن حياك الله. بارك الله فيكم على البرنامج، مشكورين ما قصرت. الله يسلمك، تفضل يا سيدي. الله يسلمك، عندي طنين في الاذن. وصراحة راجعت. بس اخر دكتور راجعته قال لي ما في امل، صح الكلام؟ ما في امل؟ ما في امل، قال طنين ما له علاج. انزين هالطنين من متى عندك؟ من زمان؟ من سنين؟ والله بكمل سنة. صار كان في حادث قبل ما يستوي الطنين في دي الطنين؟ لا والله حادث ما ذكر في أي حادث. كم عمرك أخوي عبد الرحمن؟ أنا؟ نعم أنا 55. 55، يعطيك الصحة، إن شاء الله تسمع الجواب أخوي. طيب مرد على عبد الرحمن على السريع دكتورة عشان وقت البرنامج، وعندنا مسجات على السريع ما ناخذها.
زين اخوي عبد الرحمن قال عن صفة الطنين، فعلا في نوع من انواع الطنين ما له علاج وما له سبب، يعني يتم عند الانسان فتره طويله، شو اللي يستوي؟ احنا في هالحاله مثل الحاله توضح انه مر على طبيب انف واذن وحنجره وسوى له كل التحاليل وطلع له ما في سبب، بالتالي بيتم عنده، ننصحك شو تسوي؟ انت تكيف نفسك مع الطنين، كيف؟ احنا دائما نقول ان الناس اول شيء مثلا حاول تسمعون قران دائما عشان يغطي على صوت الطنين، رقم اثنين لا تركزون مع الطنين، المشكله الشخص اللي عنده طنين انه يتم مركز في الصوت في اذنه، تشتتوا انتباهكم، اشغلوا نفسكم طول الوقت عشان ما تسمعون الطنين، لان المشكله هذه ما لها حل. صح زين نحن ثلاث دقائق بس ناخذ المسجات. السلام عليكم، تشرب قهوه بدويه الوالده متصله عن امي حمده انها تشرب قهوه بدويه عشان تسهرها. زين السلام عليكم، لما اصحى من النوم تيني مثل الدوخه لفتره قصيره، جزاكم الله خير والله ينور عليكم. اذا الدوخه تيكم لما انتم تصحون من النوم لما تنشون من السرير فهذا احتمال يكون في خلل في ضغط الدم، يعني ضغطكم ينزل لما انتم تنشون، بس انت نايم يعني منسدح ولكن راسك تحسه يدور احتمال عندك مشكله في الاذن، لازم تشوف دكتور انف واذن وحنجره، واذا مع لوعه او مع زغلله في العين فهي مشكله ثانيه، بس اول شيء طبيب انف واذن وحنجره خليه يشوفكم وقيسوا ضغطكم في العياده وانتم واقفين وانتم قاعدين. مع شو؟ زغلله؟ زغلله. ايش يعني زغلله؟ شو يعني؟ ما ادري انت قلت يعني. يعني ما تشوف عدل، تشوف دبل يعني. زين. زين السهر بالليل سمعت ان الانسان مخه يفرز ماده، شو معناته؟ هل هذا صادق بالاخص اللي ينامون بالليل في ماده تفرز؟ تفرز هي ماده من الساعه 12 لين الساعه هي تفرز بالليل. هي تفرز هرمون النمو يفرز اصلا بالليل. وهرمونات وايد تفرز جسمنا فقط في الليل، في الليل معناه تكون الغرفه معتمه، ترى حتى ليله الاباجوره يحسس العقل انه نهار وما تفرز، فخلوا ظلام. صحيح. أنا قبل لا أختم يعني بس أبغي أذكر المستمعين الكرام أن برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنظم هيئة الصحة بدبي يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين اللي هم تاريخ 15 و16 من يناير الجاري أعمال الدورة الثانية لمنتدى دبي الصحي، هذه القمة الاستثنائية للقيادات الصحية وصناع القرار والمخططين والأطباء من داخل الدولة وخارجها، في يعني شخصيات عالمية بتكون موجودة في هذا المنتدى، تدور المناقشات حول مجمل القضايا الصحية العالمية وإشكالياتها وما يتصل بهذه الموضوعات من مواضيع الاستدامة، الاستثمار، الشباب، الابتكار وصحة الأسرة ورفاهية المجتمع وغيرها من المحاور المستقبلية. هذه دعوة لكم للتسجيل في هذا المنتدى وأيضا حضور فعاليات هذا المنتدى. دكتورة نحن نكون موجودين إن شاء الله وبتكون لنا تغطيات من خلال هذا البرنامج لفعاليات هذا المنتدى. نحن شاكرين لكم هذا التواجد. شكرا لك دكتورة ما قصرتي. شكرا محمود وتمنات إن شاء الله إجازة سعيدة. ويكند جميل إن شاء الله للجميع. ليش تضحكين؟ لا قلت اجازه، قلت وين جت الاجازه؟ تذكرت الباكر ويكند. اي زين شكرا لك دكتوره. دكتوره انا عندي الذئبه الحمراء اخذ كورتيزون صار لي سنتين الحين وقفته لان خفت يكون له لا توقفينا من غير رجوع للطبيب اللي وصفك الكورتيزون اول مره لان ممكن تسوي انتكاسه للمرض. زين انا قبل اختم ناصر بس دقيقه بس لان الحين توي في بالي يا اخي سبحان الله طول اليوم تبغي تنام في البيت ما يك رقاد، يوم تبغى تنش الصباح يعني ما تبغى تنش شيء. هالشيطان ينقص عليك محمود. توصل الدوام مستعد انك انت تنام. هالشيطان شيطان قوي. شيطان ها؟ استعوذ من الشيطان وخلي الرحمن بقلبك وتوكل على الله. شكرا دكتورة. عموما حتى نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم، مطلع الاسبوع القادم يوم الاحد بمواضيع جديدة. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، شكرا لك ميرا الغفلي كانت معنا في التنسيق وفي الاخراج محمد ناصر محمد سليم، وحتى نلقاكم يوم الاحد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.